بركة الله تعلن انطلاقة سابع اشواطنا والشوط السابع المصنف للجعدان اللي قايل محليات الاصايل. نسير الى المقدمة الثلاثية الرائعة والجميلة من خلال تواجد هذه النوعيات صوغان للسيد احمد بسعيد بسالم الينيبي من يقدم لنا صوغان من الجانب الاخر، ولكن دخول من ايضا لافق يعان بن مبارك بن خريدة السبوسي من يقدم لنا لافق في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، بينما هناك دخول رائع وجميل من خلال تواجد ايضا شعار اخر تمكن من الدخول والمنافسة وقاد علي بن طالب بن محمد المري يتواجد هنا في هذه اللحظات. هناك شعار بن شريم على ما اعتقد انه من خلال تواجد هذا الشعار المركز الرابع الوصول من ملبي سعيد بن محمد بن ركاب العامري وصل مع ملبي، وهناك ايضا اللي هو شرط محمد بن سهيل بن خيرات العامري ايضا واحده من الماركات التي يمتلكها في بنوك الانتاج. بن خيرات هنا ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الاسم القادم هناك اللي هو صوغان احمد بن سعيد بن سالم الينيبي قدم صوغان، وهناك دخول في هذه اللحظات المركز السادس دخول رائع وجميل رباعية ولا أروع منافسة، ولكن بان الشعار هناك خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من خلال تواجد اليابري قدم ماركة شاهين ناصر بن راشد بن سعيد اليابري واحد من الأسماء القوية، ولكن هناك الاسم القادم صوغان علي بن سعيد بن عبد الله الكلباني أول ندى لصوغان، وتحرك هملول حرك هملول هزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي قدم هملول هناك ما شاء الله تبارك الله 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 غازي وانطلق غازي واندفع الكلباني على المركز الثاني، ياتي مع صوغان علي بن سعيد بن عبد الله الكلباني، ولكن غازي مبارك بن محمد بن زيتون المهيري ما زال قادم، المجازف بدا يجازف والقادم من منطقه منازف هناك بمدينه العين دار الزين الله 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 غازي يحمل الرقم واحد يتواجد في المركز الاول. تهانينا والناموس المبارك بن محمد بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار، واسعد الله صباحكم يا هالي منازف على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد ايضا غازي. تهانينا ولحظات الوصول مع خط النهايه لاعلن هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني صوغان علي بن سعيد بن عبد الله الكلباني، المركز الثالث وصل هناك مستحيل لسيد محمد بن علي براي بن سلم المنصوري، المركز الرابع شاهين لناصر براهي بن سعيد اليابري، المركز الخامس وصل الذيب عبد الله بن عوض بن عبيد الراشدي. تهانينا والناموس للجميع الفائزين، بينما هنا لنا عوده بالتوقيت الزمني من خلال تواجد هذا الشوط وايضا غازي. هناك لحظات الاعاده من المخرج بالتوقيت الزمني، اذا قطع مسافه الخمسه كيلو مترات. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا لحظات الاعاده دائما تأتي بانطلاقة رياضتنا العربية الأصيلة. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري، 7 دقائق 46 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، توقيت يحمل إشارة ممتاز، بينما المركز الثاني كان هناك شعار الكلباني قدم صوغان علي بن سعيد بن عبد الله الكلباني. تهانينا والناموس أداء رائع وجميل تشكر عليه الكلباني. 7 دقائق 49 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث كان مستحيل محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري من حلى في المركز الثالث. تهانينا والناموس قطع المسافة 7 دقائق 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.